طيب تعالى دلوقتي نعيش شوية في دور الاسمبلر اللي هو المفروض بيحول الاسمبلي كود لباينري كود. فاحنا عايزين نعرف ازاي نشوف اسمبلي انستراكشن ونحولها للباينري كود اللي هي بتريبريزنتو اللي بعد كده هيقدر يخش على البروسيسور والبروسيسور يقدر ينفذه. وملناش دعوه دلوقتي البروسيسور هينفذه ازاي او هيفهمه ازاي، احنا دلوقتي بنقوم بدور الاسمبلر بس. طيب احنا عندنا عدد من الانستراكشنز، مثلا عندي انستراكشن بتاخد القيم اللي جوه اثنين ريجسترز وتجمعهم على بعض، عندي انستراكشن ثانيه بتاخد القيم دي تطرحهم من بعض، تعمل لهم بيت وايز اندنج، بيت وايز اورنج، تعمل لهم مثلا شيفتنج. هنشوف الكلام ده دلوقتي. ممكن ناخد انستراكشنز ثانيه بتلود حاجه من الميموري او بتستور حاجه جوه الميموري، انستراكشن بتعمل زي حاجه زي اف كونديشن، انستراكشن بتعمل حاجه زي جامب او زي جو تو. فالمهم ان كل انستراكشن من دول بتترجم ل 32 بت مختلفين. فدلوقتي الميبس عنده في الحقيقه ثلاثه كلاسز من الانستراكشنز كده. نوع من الانستراكشنز اسمه الار تايب انستراكشنز، ونوع ثاني اسمه الاي تايب انستراكشن، ونوع ثالث اسمه الجي تايب انستراكشن. احنا هنتعرف على دول كده بالتفصيل واحنا ماشيين في المنهج. بس دلوقتي هنتكلم في الار تايب والاي تايب وناجل الجي تايب بعدين شويه. طيب تعال الاول على الار تايب انستراكشنز. الار تايب انستراكشنز لو في اي انستراكشن بتعتمد على اثنين على ثلاثة ريجسترز، مثلا بتقرا ريجستر وتقرا ريجستر وتكتب الريزلت في ريجستر ثالث، فدي بتكون ار تايب انستراكشن. فمثال عليها مثلا الاد اللي انا اتكلمت عنها من شويه، قلت لك اد اس 0 اس 1 تي 0 مثلا، انا بجمع ده بلس ده واحطهم في ده. فطالما بستخدم ثلاثة ريجسترز عشان انفذ الانستراكشن بتاعتي، فدي بتكون ار تايب انستراكشن. طيب تعال نشوف ازاي اقدر اترجم دي للباينري كود بتاعها. تعال نرسم كده 32 بت بتوعنا ماشي، ونشوف الناس الديزاينرز بتوع نفس البروسيسور قالوا ان اي انستراكشن من الار تايب انستراكشن هتتقسم بالشكل ده. فانا عندي دول 32 بت، دول الانستراكشن نفسها، عندي 6 و6 12 و20 32. طيب قال لك بتاخد اول 6 بتس من ال 32 بتس دول وتحط فيهم حاجه اسمها الاوب كود او الاوبريشن كود، تمام؟ فده عباره عن كود بيحدد لي الانستراكشن دي من انهي نوع، او الانستراكشن دي بتعمل ايه. فمثلا لو انا عايز انستراكشن اد بتجمع رقمين على بعض، ده هيكون في رقم معين. طب لو الانستراكشن دي كانت مثلا لود وورد، عايز الود حاجه من الميموري، هلاقي الاوب كود حاجه ثانيه، وهكذا. يعني هنشوف الكلام ده دلوقتي. بس الفكره ان بالنسبه للار تايب انستراكشنز كلهم ماشي، اللي هم بيعتمدوا على ثلاثه ريجسترز كلهم، الاوب كود ده بيكون زيرو ماشي. فانا عندي دلوقتي الاوب كود بالنسبه للار تايب انستراكشنز بيكون 6 صفار. طب عرفت منين ان هم 6 صفار؟ عشان هو هنا 6 فدول 6 بيتس للاوب كود ماشي. طيب دلوقتي ازاي هقدر افرق مثلا بين اد وبين سبتراكت وبين اند وبين اور وحاجات زي كده؟ هتلاقي ان انت عندك في الار تايب فورمات الديزاينرز بتوع نفس البروسيسور عملوا في الاخر برضو حاجه خالص، 6 بيتس تانيين اسمهم الفانكشن فيلد ماشي. فالفانكشن فيلد ده بقدر من خلاله يعني هلاقي مثلا الاد لها رقم هنا، مثلا لو مثلا نقول مثلا 2 مثلا، مش عارف هو كام، انا مش حافظ هم كام، بس مثلا نقول الاد لو عايز اعمل اد احط هنا 2 مثلا، فاعرف ان انا هعمل اد. عايز اعمل سبتراكت احط هنا مثلا 3، عايز اعمل اور احط هنا 4، وهكذا. فانا عندي في الاخر الستة بيتس اللي في الفانكشن فيلد دول بقدر افسر من خلالهم نوع الار تايب انستراكشن. لان انا وانس ان انا لقيت هنا صفار كل حاجه، فانا خلاص بقيت عارف ان انا ار تايب انستراكشن مش اي تايب ولا جي تايب. ده كده حاجه كويسه، كده قللت الحاجات اللي انا مش عارفها. طب ازاي اعرف نوع الانستراكشن بالظبط؟ من خلال الفانكشن فيلد اللي في الاخر خالص. فانا عندي هنا في الاخر 6 فيلد 6 بيتس كده، دول هم ده كده الاوب كود 6 بيتس، وده الفانكشن فيلد برده 6 بيتس بفرق ما بين الار تايب انستراكشن من خلاله ماشي. دول كده 6 بيتس. فانا عندي اد، فهكتب هنا اد، اقصد ان انا ده هيكون الرقم الباينري اللي بريزنت الاد. ودي حاجه نتفق عليها مع بعض، يعني الناس الديزاينرز بتفقوا عليها، ده مش حاجه مش فيزياء يعني. طيب جميل. بعد كده عندي ايه؟ عندي هنا ار اس وار تي وار دي، كل واحد من دول 5 بيتس. طب دول ايه؟ دول الادريسيز بتاعه الريجسترز اللي انا هعمل عليهم الاوبريشنز ماشي. فانا عندي ده المفروض يكون ار اس، وبعد كده ار تي، وبعد كده ار دي، اللي هم نوعا ما ترجمه لدول، بس مش بنفس الترتيب للاسف. يعني عندي اد اس 0 اس 1 اس تي 0، لو هكتب الجنرال فورم بتاعها هيكون اد ار دي اللي هو ار ديستنيشن ار اس ار تي ماشي. فدي هي الاد بتاعتي.
فالحقيقه دلوقتي بقول ايه؟ بقول للريجستر بتاعي، بقول للبروسيسور بتاعي شوف القيمه اللي جوه الريجستر اللي الادرس بتاعه ار اس، واجمعها على القيمه اللي جوه الريجستر اللي الادرس بتاعه هو ار تي، وحط النتيجه في الريجستر اللي الادرس بتاعه ار دي. طبعا افتكر ان الريجستر فايل بتاعنا فيه 32 ريجستر، هو عامل كده ماشي. فده مثلا ده هو الريجستر الادرس بتاعه 0، وده هو الريجستر الادرس بتاعه 31 وهكذا. طيب في الحاله بتاعتنا دي الار دي هو الاس 0، واحنا عارفين زي ما قلنا في الفيديو الاولاني خالص ان كل ريجستر الادرس بتاعه 5 بيتس، عشان كده انا عندي هنا دول 5 بيتس 5 بيتس 5 بيتس، فده كده احنا كده كويسين مبسوطين. طيب الاس 0 هو الار دي اللي هو المفروض يتحط هنا. طب انا عايز احط هنا 5 بيتس اللي هم الادرس بتاع الاس 0، طب ازاي اعرف الادرس بتاع الاس 0؟ هرجع للجدول اللي فوق اللي انا جبته من هنا فوق هنا، كنا لقينا هنا مثلا الاس 0 موجود في المكان ريجستر نمبر 16، ده الادرس بتاعه. يبقى انا طالما الديستنيشن بتاعي اللي هو هيتحط هنا الار دي هو ديستنيشن بيساوي 16، يبقى انا هكتب هنا 16 بالباينري 5 بيتس اللي هي 1000. انا كده بقول له ايه؟ بقول له ان انت ايا إن كان النتيجه اللي هتحسبها هتخزن الريزلت بتاعه الحساب ده في المكان رقم 16 في الريجستر فايل اللي هو مكان هنا مثلا كده اللي هو فعلا الاس 0 ماشي. ده كده المكان ده ايا كانت الحسبه دي هتكون كام. طيب يعني لو لو انيشيالي كان مثلا الاس 1 بيساوي 5 والتي 0 بيساوي، او القيمه اللي جواه بقى مش ده مش الادرس بتاعه، القيمه اللي جواه، فلو القيمه اللي جوه اس 1 بتساوي 5 والقيمه اللي جوه تي 0 بتساوي 10، فانا كده بجمع 5 و10 15، يبقى ههزن في اس 0 15. فالادرس بتاع اس 0 16، بس انا بخزن جواه الفاليو 15، فلازم نفرق ما بين الادرس وبين الفاليو. اللي انا بكتبه في الانستراكشن هنا هو الادريسيز مش الفاليوز، لان في الاخر انا عايز البروسيسور هو اللي يعرف الفاليو، البروسيسور هو اللي بيحسب الفاليوز، لان انا لو كتبت له الفاليوز الصح، اصل لو كتبت له هنا 15 اللي هو ناتج اصلا الجمع، يبقى البروسيسور هيعمل ايه؟ انا محتاج ادي دي الانستراكشن دي للبروسيسور عشان هو يعرف يجمع او ما يجمع او يطرح او اي حاجه، مش هينفع اكتب له الريزلت او الفاليو، انا محتاج اكتب له الادرس. طيب نفس الكلام الار اس ده هو هنا كورسبوندنج لاس 1. طيب الاس 1 ده الادرس بتاعه كام؟ نرجع للجدول اللي فوق هلاقي ان الاس 1 بعد الاس 0 على طول اللي هو 17، يبقى اللي هو هيبقى 17، فهي هكتب 1 0 0 0 1 ده كده 17. طب الار تي اللي هو تي 0 كورسبوندنج لتي 0، لاحظ برده ان ده الترتيب بتاع ده هنا ار دي ار اس ار تي، هنا ار اس ار تي ار دي، دي ممكن تتلخبط شويه بس يعني في الاخر هي كده يعني. الار تي هو تي 0، ارجع للجدول اشوف التي 0 رقم كام، هلاقي التي 0 رقم 8، يبقى اكتب هنا 8 اللي هي 1 0 0 0، ولازم احط هنا 0 ان ده لازم يكون 5 بيتس. طيب فانا كده عملت السورس الاولاني والسورس الثاني والديستنيشن كده زي الفل. ال 5 بيتس اللي باقيين عندنا هنا اسمهم الشيفت اماونت، ودول بارامتر او ده بارامتر يعني خاص بشويه انستراكشنز اسمهم شيفت انستراكشنز، هنتكلم عنهم بالتفصيل في الفيديو الجاي. بس بالنسبه لنا هنا انا مش انا بعمل اد مش بعمل شيفت انستراكشن، ففي الحاله دي بيكون الشيفت اماونت عندي مش فارقين احطهم باي حاجه، ممكن احطهم بصفار احطهم باي حاجه، كده كده الاد انستراكشن بتتجاهل الشيفت اماونت بارامتر ده خالص يعني. تمام. فبس بالنسبه لنا هنا انا كده عرفت ازاي اترجم الاد اسمبلي انستراكشن ل 32 بت كود، الكود ده هيخش على البروسيسور هيعرف ينفذه، وهنشوف ازاي نخلي البروسيسور يفهم الكلام ده ويعمل اللي احنا عايزينه لما نخش في الهاردوير بارت. فكفايه كده الفيديو ده، الفيديو الجاي هنتكلم عن الشيفت انستراكشنز دي وليه هي مهمه وليه ليه بنحتاجها يعني.